السلام عليكم. اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى لمباشرة محادثات السلام، ولكن هنالك من لا يريد لهذا الأمر أن يجري كما لا يمكن التغاضي عن استهداف موكب الأمم المتحدة في صنعاء. بهذه الكلمات حملت إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن العديد من المضامين في إحاطته اليوم في اجتماع مجلس الأمن. المبعوث الدولي طالب مجلس الأمن حتى الأطراف على إنهاء النزاع وعدم تعرض الشعب لمعاناة إنسانية. أكثر مما يعاني أما على صعيد الحريات فقد أشار إلى جريمة حكم الإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي وكذلك التعسفات التي تتم بحق البهائيين دون ما الإشارة إلى المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الإنقلاب الأمين العام المساعد لشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أكد أن نظام المياه والصحة لا يعمل بسبب غياب الطاقة الكهربائية وأن سوء التغذية والكوليرا مترابطان وبحسب التقديرات فإن 150 ألف حالة من المتوقع أن تظهر مستقبلا إضافة إلى 50 ألف حالة سابقة. خالد اليماني سفير اليمن أكد أن الدولة اليمنيه تريد سلامًا حقيقيًا وليس سلامًا مؤقتًا يفضي إلى جولات قادمة من الحروب العبثية. وتحدث عن المختطفين فيما يشبه العتاب قائلا: كتبت العديد من الرسائل إلى الأمين العام بشأن المختطفين ولم أتلقى ردًا واحدًا. وكأن أمر المختطفين لا يعني أحد مشاهدينا الكرام حول جلسة اجتماع مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة وناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء فأهلا بكم ومساء الخير دكتور عبد الباقي دكتور قبل أن نبدأ نقاش هذه الليلة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير أن رفض كل طرف تقبل الطرف الآخر جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن قدم فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إحاطته والتي حملت العديد من المضامين الإنسانية والسياسية والأمنية والتحديات الراهنة ومستقبل المحادثات تطرق المبعوث الخاص إلى الحديث عن تكاثر الأسلحة وانتشار الألغام الأرضية واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وغارات التحالف العربي الحديث عن الحل السلمي للازمه السياسيه كان حاضرا في احاطته حيث اشار ولد الشيخ الى ان رفض كل طرف تقبل الاخر يبعد الحل الشامل الذي يسعى اليه حد قوله وفيما يتعلق بالجانب الانساني فقد اشار ولد الشيخ الى ان سبعه ملايين يمنيين مهددون بخطر المجاعه وان ربع اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الاساسيه فيما لا يستطيع نصف السكان الحصول على مياه صالحه للشرب مضيفا ان تراجع الخدمات الصحيه ادى الى تعطل اكثر من نصف المشافي على الصعيد العسكري قال المبعوث الاممي انه تمكن من ايقاف عمل عسكري نحو الحديده وبحسب قوله فان ذلك سيؤدي الى منع دخول المواد الغذائيه، مشيرا الى ان وفد المؤتمر والحوثي لم يحضر للتباحث بهذا الخصوص على اساس ان يتم استخدام الموارد الماليه للرواتب لا للتمويل الحرب. المجتمعون في البيت الزجاجي استمعوا ايضا للامين العام المساعد للشؤون الانسانيه ستيفن اوبراين الذي اكد مره اخرى ان اليمن يعاني من ازمه الامن الغذائي. وان قدره الناس على شراء الطعام اصبحت ضئيله اضافه الى التعطيلات الحاده لصيد الاسماك والانتاج الزراعي فيما حملت كلمه سفير اليمن في المجلس خالد اليماني في مطلعها ادانه الحكومه لمحاوله اغتيال ولد الشيخ بينما كان يحمل المبعوث مقترحه بخصوص ترتيبات تسليم مدينه الحديده لقوات الشرعيه مشيرا الى ان الحكومه اليمنيه ابدت موافقه مبدئيه على مقترح ولد الشيخ وأشار اليمني إلى الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الانقلاب بحق المدنيين في تعز ملوحا بصوره الطفل الذي قتل بقصف للميليشيا خلال الايام الاخيره لا جديد يلوح في الافق ولا تحركات سياسيه جاده لاخراج اليمن من محنته خصوصا وان كافه الاطراف الفاعله في مجلس الامن فضلت الصمت والامتناع عن الكلام خلال الجلسه المفتوحه لمجلس الامن ستظل الازمه اليمنيه بمثابه وصمه عار في ضمير الانسانيه التي تصمت حين يجب ان ترتفع الاصوات لانهاء اختطاف شعب باكمله ومحاوله جره لعصور ما قبل التاريخ في حين يتسابق العالم لاقتحام الفضاء الخارجي اذا مشاهدينا الكرام من نناقش هذه الحلقه بدايه دكتور عبد الباقي دعنا نتحدث يعني بشكل اجمالي عن جلسه مجلس الامن الاخيره ما الذي حملته من مضامين برايك اعتقد بالعكس كانت للأسوأ الجلسه لان لا جديد فيها بعد كل هذا. آه نحن نتحدث عن نفس المفردات وبل بتضليل للراي العام اكثر وتكرار هذا التضليل عندما يقول ولد الشيخ ندعو جميع الاطراف للكف عن الصراع من اجل السلطه. يعني اي ان الصراع الذي في اليمن صراع من اجل السلطه وليس بين انقلاب وسلطه شرعيه وبالتالي هذه مغالطة واضحة وأساس لا يعني يعني يعلن لنا أن بقية الخطوات تندرج في هذا لأن التوصيف الخاطئ يعطي إلى علاج خاطئ، وبالتالي هذا التوصيف مقاربة خاطئة لمعطيات واقعية مختلفة، وبالتالي هذه النتيجة صراع من أجل السلطة، نحن ليس في أمر صراع من أجل السلطة. أوبراين يتحدث عن ماذا؟ يتحدث سأعود لولد الشيخ ولكن دعني فقط امر سريع، يتحدث يعني. عن تدهور الاحوال المعيشيه وعن كوارث دون ان يحمل الطرف الاساسي المسؤول عن الكوارث وخالد اليماني ثابت في في خطابه حول المرجعيات ولكن ايضا كنا بحاجه منه ان يقارب باكثر دقه واكثر وضوحا وان يتجاوز الدعوه الى السلام والى الثبات المرجعيات نحو كشف المغالطات لأن الآن هو يرد على التوصيف الذي تم المؤلم هنا هو أن يكون في مجلس الأمن إحدى الذرع الناعمة الأذرع الناعمة للإنقلابيين بصفة مجتمع مدني وغياب عنصر يمثل السلطة الشرعية أو المجتمع يعد خالد اليماني ممثل خالد اليماني ممثل السلطة الشرعية رسمي ولكن هل هي تمثل الحوثيين؟ هي تمثل المجتمع المدني بصفتها تمثل منظمه، اين يعني هذا دليل على اننا نسير نحو خطوات للوراء وليس للامام، بالتالي انا لست ضد وجودها ولكن ان كانت وجدت فينبغي ان يوجد المؤسسات الاخرى، هذا مؤلم على السلطه الشرعيه، مؤلم ان ليس هنالك حياد لدى مجلس الامن، مؤلم ان هناك لوبي للانقلابيين اكثر تاثيرا من السلطه الشرعيه والجماعه العامله معها. مؤلم ايضا من ان هناك اطراف قويه تحاول ان تدافع عن الحوثيين بقوه، نحن نعلم نحن ليس ضد الشخصة او المراه التي كانت في مجلس الامن، نحن لسنا ضدها ولسنا ضد منظمتها ولكن نحن نعلم جيدا انها ذراع ناعم للانقلابيين انها تعمل وفقا لدعم دخلت الولايات المتحده الامريكيه في توقيت صعب وفي توقيت اليمنيين لا يستطيعون الدخول مع مجموعة بقية الدول يعني أي هناك تسهيلات كبرى وهناك لوبي كبير ونحن نعلم أن اللوبي الإيراني واللوبي أيضا في هناك أيضا من الأسر الداعمة للإنقلابيين بما يسمى السلالة قوية ولها حضور في مفاصل القرار الأمريكي ولدي أسماء ولكن لن أذكرها بالتالي أنا أشعر بكثير من الالم اننا بعد كل هذه المفاوضات وحتى محاولة نعم لا أكمل جملة واحدة أكمل جملة حتى محاولة اغتياله لم يطالب بالتحقيق ولم يطالب بالكشف عن الجماعة، طالب بعدم التكرار، يعني شخص مش قادر يحمي نفسه كيف يستطيع ان ناخذ منه ضمانات؟ يعني هو لم يطالب باجراء تحقيق وكشف من الذي قام بمحاولة الاغتيال وبالتالي احالتهم لمحاكمات او الى يبدو يعني انها فاتتك هو طالب دكتور يعني على حسب الاوراق التي لدي يعني من خلال هو طالب بعدم يعني تكراف. لا وايضا طالب بفتح تحقيق عاجل فتح تحقيق. نعم يعني في هذا الامر يعمل. نعم هو مسجله لدي لكن الدكتور يعني إن يعني قمنا بعمل دائرة يعني هكذا سريعا تتعاتب يعني مثلا أو تستغرب وجود منظمات مجتمع مدني في ظل غياب منظمات مجتمع مدني يعني ربما حياديه اكثر او يعني كما وصفتها يعني جاده في مساله يعني توضيح الصوره بالنسبه للشرعيه وهذا يعني ان دل على شيء فانما يدل على ربما ضعف ادوات الشرعيه في الوصول وايصال الصوره التي تريدها. دعني اوضح لك اولا بخصوص المطالبه بالتحقيقات هو يطالب بالتحقيق دون الذهاب اكثر من ذلك، ونحن نطالب بالتحقيق وتجسيد ذلك عمليا، نحن ندرك انه لن يذهب بالتحقيق لانه لا يريد ان يدخل كطرفا في العمليه ولا يريد ان يحدث تاثير على انقلابه لان ذلك سيؤثر على دوره هذا ما م. قصدته في المقدمه بخصوص آه آه كما قلت لك يعني بخصوص الجديد لا جديد هو مفرداته تتحرك في نفس السياق في نفس السياق اثنين هو تحرك تماما تحرك بعد مؤتمر الاستجابه الانسانيه مباشره وهو الاكليشه الدائمه له تدهور احوال المعيشيه، الشعب اليمني يعاني ولكن اليس ذلك صحيحا؟ دقيقه دقيقه، أنا ليس صحيحا، هذا صحيحا ونحن نعرف انه صحيح ونحن من 2005 من اول تصريح له عام 2005 في البي بي سي يقول ان الشعب اليمني على شفا هاويه وان هناك مجاعه وتحرك في جولته، لكن هم الم يمنعوا ابراهيم من الدخول لتعز؟ لم توقف القوافل؟ من المتسبب في ذلك؟ أليس هم الحوثيين، لماذا يتحدثون عن حاله والحوثيين يتحركون في إحداث ما يسمى كارثة إنسانية للضغط على دول التحالف والسلطة الشرعية وهم يعرفون ذلك وهذه استراتيجية وقلت من هنا أن خلق حالة إنسانية عمل منهجي للضغط على دول التحالف والسلطة الشرعية وبالتالي المغالطات التي تحدث بها هو لم لم يخرج من هذه المغالطة تدهور رحوة المعيشية جماعة التطرف والجماعات الإرهابية ثم يتحرك فيها في هذا الإطار من نفس التوصيف صراع بين أطراف آه ما زال نفس المرجعيات لا يحمل أطراف مسؤوليه نحن امام اثنين آه كيف يسمح انه يلتقي في صنعاء يعني يلتقي في صنعاء ب بمجموعه من الناشطين والناشطات ولا والتقى بناشطين اخر عبر فريقه هو ارسل فريق اخر بالمقابل ولم يقابله هنا وكنا التقينا به في اسطنبول ولكن هذه لقاءات غير مباشره ويطرح ان هناك يعني شباب يطرح افكار نحن ليس بحاجه الى شباب يطرح افكار المشكله ليس في الافكار ولا بكيف نخرج المشكله في هناك انقلاب كيف يمكن نحل الانقلاب امر واضح هناك جماعه لن تسلم حتى ميناء الحديده تحركتهم ميناء الحديدة. تحرك في لحظه حتى لا تنتصر السلطه الشرعيه نعم نفصل في ذلك دكتور عبد الباقي ولكن يعني من الجانب الرسمي يعني دعنا نستضيف لنستمع الى رايهم دكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان عبر الهاتف من عدن مساء الخير دكتور محمد مساء النور اختي العزيزه يا اهلا بك دكتور يعني استمعت الى الاحاطه التي تم تقديمها اليوم في مجلس الامن نود تعليقك عليها أه شكرا لك اختي العزيزه وشكرا لضيفك الكريم في الحقيقه الاحاطه التي قيلت اليوم أه على لسان ما ما سمي انها ممثله للمجتمع المدني أه طبعا نحن نعرف خلفيه الكل يعرف خلفيه هذه المنظمه وهي منظمه أه مؤيدة الانقلابيين ومدعومه من الانقلابيين وتنشط في المراكز ومحيط العاصمه المحتله صنعاء حيث سيطره الانقلابيين ويسمح لها دون باقي المنظمات المجتمع المدني والناشطين الاعلاميين الذين يمزق الزق بهم في السجون. يعني قيل في هذه الاحاطه اليوم كلام لا نستطيع أن نتحدث إلا أنه يعبر بشكل أساسي عن على لسان الانقلابيين أنفسهم. لم تتحدث عن مستوى الاعتقال التعسفي. لم تتحدث عن حجم الدمار الذي في المنشآت العامة والخاصة. لم تتحدث عن حجم المعتقلين داخل السجون الذين يصلون أكثر من خمسة ألف معتقل. لم تتحدث عن الألغام الأرضية و. المتضررين منها كل يوم حتى هذه اللحظه في كل بقاع اليمن سواء المناطق المحرره او المناطق التي لا زالت محتله. نعم. فللاسف كانت هذه احاطه غير سويه، احاطه غير موضوعيه، غير محايده من منظمه الداء المهنيه والحياد وهي غير ذلك. نعم لكن دكتور يعني بالتالي عدم الحديث عن كلها هذه النقاط التي ذكرتها لما أيضا لم يذكرها ولد الشيخ وأبراينهم يعني ربما يجب أن تصلهم الصورة كاملة هل غياب الصورة أو لنقصان الصورة لديهم أم أن هناك تحاشي لذكر الصورة كاملة نحن ندرك أن هناك أطراف دولية تسعى منذ وقت طويل وحتى هذه اللحظة الى دعم الانقلابيين سواء بالظاهر بالعلن او بالخفاء والا ما صمد الانقلاب حتى الان لمده سنتين وهو بمعزل لو حصل او وجد عزله دولية حقيقيه للاسف هذا الانقلاب الذي تم على العمليه السياسيه اليمنيه التي كانت تحت اشراف الدول الثمانية عشر الذي كان تحت اشراف المبعوث يعني الاممي والامم المتحده فهو انقلاب على كل هؤلاء الاطراف لكن للاسف نجد بعض الاطراف تتح يعني تحولت الى الى طرف محايد امام هذا الانقلاب بالرغم من كل ما عمله حتى هذه اللحظه من دمار هائل في النسيج الاجتماعي اليمني وفي البنيه التحتيه واوصل الاوضاع الانسانيه في اليمن الى مرحله غير مسبوقه في تاريخ اليمن المعاصر نعم دكتور هناك يعني ايضا حديث عن مغالطات يعني او لم توضح كثير من المغالطات للحاله الانسانيه في اليمن تجاهل ايضا قضيه المختطفين قسريا يعني ذكر فقط الصحفي الجبيحي والبهائيين يعني في حاله غريبه لم يتم ذكر المختطفين وربما هناك يعني كان نشاط واضح لامهات المختطفين رابطه امهات المختطفين قد اوصلنا رسالتهم اكثر من مره لمجلس الامن لما لم يتم ذكرها بالضبط طبعا هذا تساؤل كبير جدا يعني اذا كان ولد الشيخ او المبعوث الاممي تصله هذه الرساله قد يكون معذورا لكن حينما تذهب ممثلات لرابطه امهات المعتقلين وتقدم تقاريرها وتقدم كشوفها بابنائها المعتقلين والذين هم هذه اللحظه يعني موجودين تحت زنازين لا ترتقي الى اي مستوى من مستويات المعايير الانسانيه يعني حتى المجاري فتحوها عليهم من اجل يعني وانتشار الكوليرا الذي الذي اصابهم خلال الثلاثه الاسابيع الماضيه وقدموا كل ذلك المبعوث الاممي الا انه تجنب وتحاشى ذكر هذا الملف هذا الملف الانساني الكبير جدا والذي يجب ان يحظى برعايه اكبر من المبعوث الاممي ونتمنى في يعني الفترات القادمه كما انه ينقل معاناه بعض الاطراف وبعض نحن يعني نشجع دعمه وتبنيه لقضيه البهائيين وغيرها من قضايا لكن لا ينسى قضيه المعتقلين وهي قضيه اساسيه كبيره تعاني منها الاف الاسر اليمنيه وخصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي تعودت الاسر اليمنيه على لم الشمل وجلوس الاسره على مائده واحده وقت الافطار والسحور للاسف المبعوث الاممي لم يتبني هذه القضيه التي يعني تعيشها اناتها امهات وابناء وبنات وزوجات هؤلاء المعتقلين نتمني ونحن كحكومه بنبذل كل ما بوسعنا لطرح هذه القضيه نعم لكن هناك من يعني دكتور اسمح لي يعني يتهمكم بالتقصير في هذا الجانب يعني كيف وصلت منظمه مجتمع مدني الى مجلس الامن وتم الاستماع اليها ولم تستطع يعني وزاره حقوق الانسان او جهه معنيه ومسؤوله بايصال رسالتها بذلك الشكل الواضح يعني في الحقيقة لم يصلنا بشكل رسمي أي حديث عن هذه المنظمة لكن يعني فكرة تبني منظمة مجتمع مدني هي تقوم بها أطراف دولية اليمن بكل آلياتها وحكومتها ومؤسساتها لا تملك ذلك الحجم في التأثير على على القرار الدولي ولذلك من المهم التنسيق مع قوة التحالف ودول التحالف باعتبار المصير المشترك والقضايا المشتركة مثل هذه من أجل الضغط على الأطراف الدولية إلى آآ آآ عدم تبني منظمات غير محايدة أو على الأقل إذا جاء بمنظمة إن تمثل طرف أن يؤتى بمنظمة تمثل الطرف الآخر <applause> وهذا ما نسعى إليه ونحن إن شاء الله لنا تحرك إن شاء الله قادم خلال ثلاثة أيام القادمة مع منظمات المجتمع المدني لكشف زيف هذه الصوره المغلوطه التي قدمت هذه الليله في مجلس الامن. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن عوده اليك دكتور عبد الباقي، كنت تود التعقيب حول نقطه ذكرها الدكتور. طبعا انا اعقب على ان كان من المفترض ما هي الخطوات اللاحقه الان؟ ما الذي ستفعله وزاره حقوق الانسان للتوضيح للراي العام؟ ان هنالك المجلس الامن هناك تضليل وهناك انعدام انحياد وايضا كنا نتمنى تصريح من اليماني لماذا لم يقدم احتجاج مباشر على ان هنالك استضافه لمنظمه غير محايده وبالتالي على الاقل كان ينبغي ان يكون هناك اذا كان لابد من استضافه فلا بد ان تستضيف ايضا منظمات مستقله بالحقيقه او على الاقل يعني أكثر مصداقية نحن نتابع هذه المنظمة ليس موضوعنا المنظمة ولكن موضوعنا الآن أننا حتى هذا التوقيت يعني نحن كل مرة نجتمع ونناقش ما تم النقاش وأنا دائما أكرر وأقول نفس المفردات نفس التوصيف وبالتالي التوصيف الخاطئ إلى آخره لكن نحن يوميا نتطور حتى موضوع الحديدة وأنا كنت قطعت عليه أقول موضوع الحديدة إذا ما سلم وفقا لما تم الضغط عليه بمعنى اننا اسسنا الى مشاورات قائمه على النديه لان الطرف هذا سيكون ندا لك لانه لم يهزم في معركه الحديده بل سلمها وفق تفاوض وبالتالي انسحاب الميليشيات سيحافظ على تماسك جبهه الانقلابيين وانهم قوه ضاربه وانهم قاد وانهم ندا لند مع السلطه وبالتالي هذا سيحافظ ليس على بقائهم في الجغرافيا بل على استيعابه جغرافيه اخرى من الجوقيات لانه سيحاول استغلال ذلك بانهم لم ينهزموا في المعركه بل هزموا عشرة دول وبالتالي هم انسحبوا وفقا الاتفاقيات ومن هنا ما يسمى فائض القيمه فائض الروح المعنويه التي كانت للسلطه الشرعيه تستوظفها من خلال المقاومه والجماهير لمزيد من العمليات الدراماتيكيه للانتصار سيتم امتصاصها وبالتالي حتى تسليم الميناء الحديده في خطا من السلطه الشرعيه اقولها بوضوح خطا قاتل عندما لا تستطيع أن توضح للعالم أن عندما تقول أن في حال استعاد من الحديدة فأنه ستحدث كارثة إنسانية طيب نحن الآن في رغد العيش ما هو الآن يتحدث عن كارثة وعن وهو تحت سلطة الانقلابيين يعني ها. على من هذه المغالطات يعني تقول أنه في حال الاستعادة اثنين يعني أنت الآن كيف لا تستطيع أن توضح هذه الفكرة أنهم تحت سلطة الانقلابيين هناك سلاح مر هناك تدهور الاحوال المعيشيه، هناك مرتبات من السلم. بالتالي يعني هل سيكون الوضع اكثر كارثيه ما نحو عليه؟ يعني هذه اللي... لا ادري كيف يتحركون، اثنين كيف يقبلون ان تسلم ميناء الوحده للامم المتحده تحت الضغط الدولي، نعلم ان هناك ضغط دولي وان هناك خطوط حمر، لكن ما يعني ذلك؟ معنى اننا تحت ما زلنا نتحرك تحت خطه اوباما وليس ترامب. خطة اوباما التي تقول ان الحوثيين يتوجب ان يظلوا مستمرين في الحقل السياسي اليمني، يعني ان تسليم الحدود للامم المتحده سندخل في مفاوضات نديه وبالتالي لا علاقه للانقلاب ولا علاقه لنا بملف حقوق الانسان والانتهاكات، لذلك ستلاحظ ولد الشيخ يضلل الراي العام عندما يتحدث عن البهائيين، يتحدث عن محاولة الاغتيال التي لم يترجمها مباشره فقط مطالب انا اقول، يعني لم يترجمها مباشرة، المتحده لديها القدرات تستطيع ان تحمل المسؤوليه من وتتصرف بشكل قوي لان هذا ممثل للامم المتحده وليس ولديه حصانه ولديه وبالتالي لماذا لا يتحدث ان مدينه صنعاء غير امنه؟ فقط الغير امنه هي المناطق تحت الشرعيه؟ ومع ذلك ظل ثلاثه ايام كيف غير آمنة وأنت في موجود في مدينة محاولة اغتيال ظل ثلاثة أيام يعني عبارة أنه غير محايد شخص يريد أن ينجز مهمة مؤقتة ليأخذ اليمن نحو والآن تحدث عن شيء جديد أن هناك مطالب بفك الارتباط لمصلحة من في المطالب المناطق الجنوبية والسلطة الشرعية أن هناك يتنامى يتنامى هذا لا يطرح هذا الرجل أصبح وكيلا للانقلابي وليس وليس طرفا محايدا وليس طرفا لمرجع عندما يتحدث نحن نتفهم هذه المطالب لكن هو يتحرك وفق مرجعيات ثلاثة يتحرك لا وفق أن هنالك مرجعيه ينبغي تنفيذها هو تنازل عن محاوله الاغتيال هو الان يدخلنا في اجنده اخرى ليس اجنده الامم المتحده بل اجنده اقليميه بفكر ارتباط الجنوب وان هناك ربما يعيد صياغه الحوار الوطني وهذا مطلب الحوثيين اي انه ينفذ مطالب الحوثيين في عابة دراسه الاقاليم وهو كان مطلب رئيسي للانقلابيين وعليه تم الانقلاب بالتالي الى ماذا يقرنا اثنين نحن امام بالفعل يعني امام وللاسف الشديد نقول سلطه شرعيه فاقده للاقتدار يعني حتى الان صحيح يعني, أن يعني انا اود يعني ان اطرح لك سؤال في هذه النقطه دكتور يعني نلاحظ ان الشرعيه عاده هي تنتظر فعل لتقوم برد الفعل لم نجد يعني اي هذا ان قامت به لم نجد في مره من المرات ان هي ان تتخذ خطوه ان تبادر ان تعمل شيء يعني دون انتظار المجتمع الدولي او الانقلابين حتى يحدثوا امر ثم ننتظرهم هل سيعلقوا ام لا ارتكبت السلطه نعم. اسمح لي ان استمع لاجابتك بعد الفاصل <applause> مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام مرحبا بك مره اخرى دكتور عبد الباقي كنت سالت قبل الفاصل يعني عن انتظار الحكومه للاخر او السلطه الشرعيه للاخر حتى تقوم برد فعل لم نجدها تتخذ اي خطوات استباقيه لماذا؟ اولا لان السلطه الشرعيه لا توجد لها استراتيجيه استراتيجيه اداره الصراع سواء التفاوضي او العسكري او حتى يعني السياسي الداخلي يعني والدليل على ذلك أنها سلمت قرارها وتطلعاتنا إلى دول التحالف وأصبحت هي أيضا تنتظر القرار مما يصدر ويصبح ممكن نحن ممكن نتفاجأ أن أن يأتينا شخص ما في أعلى سلطة ينتظر ينتظر قرارا ما لا يمتلكه هو بالتالي نحن طلبنا منذ البداية وقلنا أن أداة استيعاب السلطة والجغرافيا هي السلطة الشرعية أن المفوض او التفويض الذي اتى لدول التحالف بالمساهمه والمشاركه جاء بالسلطه الشرعيه، بالتالي اضعاف السلطه الشرعيه يقضي على اهداف التحالف ويقضي على الاهداف المعلنه لنا ولا يحقق استعادة السلطه. اثنين هم ايضا يعتمدوا على وتلاحظين حتى في عدن يعني كان هناك تشكيل قوه الحزام الامني، القوه النخبة الحضرميه، مش عارف شنو، طيب انت يعني تن وتعين اشخاص وتعتقد انك ستروضهم يعني هناك سلوكيات مذهله عندما أنت تقوم بعمليه احلال للسلطه وتقوم بعمليه استعابه السلطة ينبغي ان تكون انت تدرك انك اللاعب الرئيس الاصل يعني انت ينبغي اداه اداه فوضتها انت بفعل التفويض هذا استدعي الدول التحالف انت كسلطه شرعيه الاداء الشرعيه اثنين يجي ياتي لك هنا اعلان مجلس انتقالي في الجنوب وانت تدرك انك تريد احلال بدل الانقلابيين، ينبغي ان تقدم النموذج لك يعني هذه عدن مدينه جامعه، عاصمه مؤقته تكون موجود فيها لم تستطيع توفير ذلك كبديل، يعني انت الان الجمهور يقول يا سلام احنا نحب اليمن تعود زي عدن هذه. هذه عدن انت تشاهدها عامين تلاحظها ليست عاصمه جاذبه بل طارده لك ولأبناء المناطق الجنوبية عندما أعلن اتحاد الجنوب في الأربعينيات والخمسينات البريطانيين أوعزوا بإخراج أبناء الشمال وأنت الآن تلاحظ المقدمات الأولى إخراج أبناء الشمال البريطانيين قالوا يثيروا الفوضى بينما بعض الكتابات الجنوبيه كانت تقول بانهم القاعده الاساسيه للحركه الوطنيه ونحن نقول انهم كانوا القاعده الاساسيه وكانوا مشكلين الوجدان الوطني بمعنى اول شعار اول سلام وطني للشيباني واخر سلام وطني للنعمان وايب طارش وغير الاسهامات والاحزاب السياسيه بالتالي انت يعني عامين وانت تشاهد عدن ليست نموذج طارده تلاحظ اخراج علم اليمن يتم احراقه ووضعه بالارض وانت تروض ماذا؟ كيف يمكن لك ان ان توفر الامن والاستقرار وهناك نقطه ضعف لديك اللي هي الجماعات المتطرفه وانت لديك قطاعات عسكريه لا تخضع للهرميه العسكريه والبنيه بنيه الاوامر العسكريه. ولم انت تساهم في اضعاف ذاتك، اثنين كل تعييناتهم تعيينات اسريه وسلاليه ولا وليس هناك نخبة قادرة على أن تحمل مشروع هؤلاء مجموعة من الأصحاب يعني الذين عينوا أقرباءهم وعينوا أصدقاءهم والمقربين لهم وكأنهم يعيدوا إنتاج نظام مخلوع صالح بنسخة أسوأ والمواطنين ينتظرون أن يقدموا نموذج أفضل نقول نحن نطمح إلى هذا النموذج الذي نحن أسسه الآن لكن هؤلاء لا يمتلكون نخبه تستطيع ان تضع استراتيجيتنا التفاوضيه تتوقف عند اقليمين، تتوقف مع المجتمع الغربي هكذا، ينبغي ان تكون لدينا شفافيه مع الامارات والسعوديه وعمان بشكل واضح وعلني، ستساهمون معنا مقابل واحد اثنين ثلاثه دون خجل، دون بعواطف، دون حديث نعم. عن قوميه عربيه، نحن في جبهه. اثنين حتى الان لا نجد يعني نحن امام ما انا اقول فقدان الاقتدار وفقدان الاقتدار ينتج عن بالفعل انهم فاقدين الاقتدار وسلموا امرهم لدول التحالف وهذا ماذا يحدث هذا في علم الاجتماع؟ يحدث فجوه بين الجماهير التي تتوقع منهم <applause> فعلا وبالتالي هنا سيصبحون في المستقبل بعيد يعني ليس لديهم قواعد جماهيريه ولا حامل اجتماعي ومن هنا كيف يمكن تعبئة الجماهير؟ يعني الآن معك حكومة لا قادرة تدفع مرتبات لا هي موجودة في مكان جغرافي لا قادرة أن تكون في عدن وتفرض نفسها كيف يمكن لك أن تستعيد صنعاء وأنت ليس دق قاعدة جغرافية؟ يعني عندما قال برقيبة زمان ليسر لي عرفات قال له خذ أريحة أولا يعني في البداية كان يفكر بمنطق يقول خذ قطعة في الأرض ثم استعيد أرضك أنت الآن موجود في مارب وموجود في عدن مش موجود فيها طبعاً عدن يعني الان مدينه طارده وانت وفرت لو كان مثلا هم يعرفوا انه ابناء عدن في الاخير هم بشر لديهم مزاج شعبي رافض لكن عندما لكن اذا وجد اذا وجد البديل إذا وجد لن يستمع للاخرين اذا وجد الامن والامان والكهرباء والمياه والسلطه ووجد الهيبة الدوله وراتبه تعود وتعيد عدن الماضي سيمتص تدريجيا ذلك الشعور بالاحساس بالاقصاء، وربما الان هم يعتقدون بهذا الشعور انهم في حال الانفصال سيذهبون للجنه، ربما يذهبوا الى الجحيم، لكن يعني الى أنت لم توفر لهم شيء حتى يتمسكوا بك، لكن دكتور نعم، إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مختار رحبي مستشار وزير الإعلام من الرياض، مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا وسهلا نور عليكم المشاهدين الكرام جميعا أهلا بك أستاذ مختار بداية أنا أود أن أسمع تعليقك حول الإحاطات التي قدمت لمجلس الأمن اليوم بالنسبة لإحاطة إسماعيل للشيخ أحمد وهذه المرة تحدث بشكل صريح عن, عن استهدافه من قبل الحوثيين في صنعاء وقال إنه لا يمكن تمرير هذا الاعتداء وطالبه بالتحقيق الشامل طبعا هو تحدث عن أن فريق الأمم المتحدة استطاع خلال الفترة الماضية إيقاف معركة الحديدة ومعركة الحديدة أنا أعرف أنها توقفت بأمر من الإمارات العربية المتحدة بعدها بعد الإشكالية التي حدثت مع الحكومة الشرعية بالتالي هو لخص الأزمة اليمنية وتحدث أنه الوصول إلى حل سلمي أو الوصول إلى مشاورات سياسية قادمة أعتقد أنها صعبة في هذه الفترة بالتالي تناول الجوانب الانسانيه وتناول ايضا موضوع الجنوب لاول مره وقال ان هناك اشكاليه حقيقيه في الجنوب وهو ما يستدعي حل للازمه بشكل عام ايضا تحدث عن ازمه الرواتب وطالب بحل هذه الازمه وطالب من جميع الأطراف حل الأزمة وتسديد رواتب الموظفين التي أصبحت مشكلة تؤرق. نعم. لا لكن أستاذ مختار يعني عند هذه النقطة يعني هو ربما تحدث عن موارد الحديدة وأراد منها أن تكون يعني هي بديلاً للرواتب. لما لم يتحدث أين تذهب موارد الحديدة الآن يعني ومن وإلى أين تصل حتى نستطيع أن نقول أنهم لم يسلموا الرواتب من خلالها. هو بكل. ب... هو فقدنا الاتصال بك استاذ مختار بس اعود اليك استاذ دكتور عبد الباقي آه نعم عند هذه النقطه ايضا يعني انا كنت اود ان اعود الى موضوع الحديدة الدكتور عبد الباقي يعني هو تحدث ولد الشيخ عن تسليم الموارد مقابل تسليم الرواتب قال عوضا عن أن تذهب إلى يعني إلى الحرب من من يأخذها لما لم يكون واضحا كما أخبرتك في السابق هم يتحدثون عن تدهور أحوال المعيشية دون أن يحملوا من الطرف في التدهور هم يتحدثون عن لا يريد لا يريدوا ان يحملوا الحوثيين المسؤوليه هم يدركون يعرفون ان هناك سبعة مليار ريال يمني من ميناء الحويده يدركون ان هناك ما يقارب 73 مليار تقريبا من النفط في السوق السوداء هناك 7 مليار من الاتصالات ومليار ونصف سرقه ويدركون ان هناك اموال من الصناديق ومن كثير من الاموال تذهب الى جيوب الانقلابيين والى كبار شخصياتهم وان هناك اموال مخزنه في تحت الارض في اماكن محدده ومنها ما تم نقله الى خارج العاصمه صنعاء نحن امام مجموعه سرقه المال العام امام عيون ولد الشيخ وهو يدرك ان تم تاسيس شركات دوليه عابره للوطن لتمويل الجماعه في المستقبل بتخطيط مسبق وهم يدركون نعم. تماما انا اقولها واتحمل مسؤوليه نعم أن دعني أن... انقل رايك هذا اذا للاستاذ مختار، الاستاذ مختار كنت سالت قبل ان نقطع الاتصال حول لما اللي لم يحدد ولد الشيخ من المتسبب في يعني اخذ الموارد وعدم صرف الرواتب، الدكتور عبد الباقي له وجهه نظر ان هذا امر مدروس وممنهج ومرتب يعني له ان يعني عدم تحميل الحوثيين اي مسؤوليه مما يجري الحديث بشكل غامض يعني حديث عن اطراف الصراع ما رايك أنت؟ نعم هو بشكل عام الامم المتحده تتحدث هكذا في كل احاطات اسماعيل الشيخ احمد حول الازمه في اليمن تتحدث بشكل بشكل غير صريح تتحدث بتجمع جميع الاطراف في خانه واحده ولا تحمل المسؤوليه ما حصل يعني هذا طبعا مالوف من من الامم المتحده في كل الاحاطات لو نتذكر في الاحاطات السابقه نتذكر ان اسماعيل الشيخ احمد يتحدث بشكل عام يتحدث بشكل مطاطي لا يحدد من هو المسؤول سواء عن نهب المرتبات او عن نهب الايرادات او حتى عن القتل الممنهج لابناء الشعب اليمني، بالتالي آآ 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 هذه طبعا هي منهجيه تقوم بها الامم المتحده لكي تحاول ان تكون في آآ في آآ يعني آآ في نقطه واحده من جميع الاطراف قد تكون هذه هي السياسه المتبعه من قبل المتحده، لكن هو اليوم تحدث ايضا عن الجرائم التي ترتكب في مدينه تعز وعن قصف المدنيين في مدينه تعز وهذا طبعا آه يشكل نقطة إيجابية أن الأمتة تتحدث عن من المدنيين، عن من يقتل المدنيين خصوصا في هذه الأيام التي آه اشتعلت فيها الحرب في مدينة عزوة تقوم الميليشيات الانقلابية بإقصى آه المدنيين للرد على آه إخفاقاتهم التي حدثت طوال الفترة أو الأيام القليلة الماضية نعم اذا اين دور الحكومه في هذه الحال استاذ مختار اذا في كل مره يتحدث بضبابيه في كل مره لا يكون صريح لما لم يكون هناك حديث ايضا واضح من قبل الحكومه الشرعيه في هذا الاسلوب الذي يتحدث به ولد الشيخ اسلوب غامض غير واضح لا يحمل احد المسؤوليه طبعا لا تستطيع الحكومه تحميل اسماعيل الشيخ احمد آآ آآ يعني تحمله المسؤوليه او تحدد لهم ما الذي يتحدث به لكن الحكومه اليمنيه لو تحدثت على لسان السفير اليماني خالد اليماني في الامم المتحده وتحدثت بشكل صريح عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في تعز من وجهه نظر الحكومه اليمنيه عن ما يحصل في مدينه وهذه طبعا وجهه نظر الحكومه التي يتحدث فيها الجانب الحكومي دائما في كل الـ في كل المحافل الدوليه ومنها في جلسات مجلس الامن الدولي نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحب بمستشار وزير الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك دكتور عبد الباقي تفضل ودد التعليق فقط تعليقه هو بسيط أنه عندما يتحدث عن أن المرحلة غير قابلة للسلام لأنه يدرك تماما أن الأمر متعلق أيضا بتباين وجهات النظر وبالصراع ما يحدث في دو بين دول التحالف من صراع واضح وشديد وخطير على المنطقة وليس بفعل ما يقوم به في الساحة لأنه هو يدرك أنه يريد يمشي في مسار واحد والدليل على ذلك أنه بدأ يطرح موضوع فك الارتباط بمعنى وكأنه يريد أن يريد معالجة مخرجات الحوار وأنا أؤكد عليه المرة الثانية أنه مشروع الانقلابين الموضوع الثالث ان, أن يتحرك بقوه دفع اوروبيه وهذا خطير وذكر لا. ميركل بمعنى انه ما زال يتحرك في خطه اوباما، اكررها اقول أن ما زال هذا الرجل يتحرك في خطه اوباما، الخطه التي وضعها وزير الخارجيه اوباما السابق اللي واضحة المعالم لم ياتي بجديد، وبالتالي عندما تاتي الظروف القادمه واتمنى على السلطه الشرعيه ان تكون مره مبادره وتحدث تحول في المعادله السياسيه مدينة تعز الآن تحقق كثير من الانتصارات الرمزية والواقعية والميدانية باعتبارها أهميتها في رسمال الذاكرة الوطنية لكن حتى الآن إذا هذه المدينة تم حراسة ستتغير المعادلة نحن نعلم أن ميناء الحديدة استعابته أنا أفضل أن تكون استعابته عسكرية بغض النظر عن الموقف الإماراتي على الحكومة السلطة الشرعية أن تتحرك بوضوح مع دول التحالف. المسألة لا تتعلق بخلافات شخصية ولا بملك شخصي. للرئيس عبد الرب والسلطه والحكومه مع دول هذا مشروع وطني وهناك 25 مليون يمني وهناك مشروع وطني يمني وهناك شعب يمني دفع الثمن على هؤلاء ان يرتقوا الى مستوى الدوله وتطلعاتها وبالتالي الحديث بعواطف قوميه ولا عواء ولا بخطاب دبلوماسي ليس وقته الان نحن امام تحديات كبرى تتعلق بولد الشيخ سيعود بعد ان تتهيا الظروف وهو يقصد تتهيا الظروف ليس الحوثيين وخضوعهم بل بايجاد مناخ خليجي، انا اكررها ليس مرتبط لانه هو سيتحرك من نفس التوصيف بنفس الادوات، سيتحدث عن الدورة المعيشيه، سينطلق لتأصيل الحوثيين لانه يتحرك بقوة دفع اوروبيه، اوروبا بقوة دفع يريدون المحافظه على اتفاقية النووي الايراني التي هي مرتبطه بإعطاء نفوذ لايران، وهذا يتعلق بالمحافظه على الحوثيين لانهم اوباما هدد بالغاء الاتفاقيه، وبالتالي لا يتحرك بقوة دفع امريكيه، بقوة دفع اوروبيه، والدليل سويسرا وتقريبا الذين تحركوا والنرويج تقريبا تحركوا في السجاب الانسانية كأوروبا ثم تحركت ميركل ثم ميركل أخذت قوة دفع من الأمين العام نعم. لذلك أعتقد أن أن ولد الشيخ لا ننتظر منه الكثير وعلى السلطة الشرعية إذا نعم أود أن أسألك يعني ما الذي على السلطة الشرعية أن تفعل؟ إذا كان يعني كل هؤلاء ضد ليس ليس يعني يعني هناك الموقف الظاهر نحن مع السلطة الشرعية ونحن كذا لكن في الواقع يعني أنتم تتحدثون عن مؤامرات كثيرة يتم حياكتها نعم. تحت الطاولة يعني إرادة مجلس الأمن أو إحادثة ولد الشيخ يعني الجميع يتفق أن هناك يعني مغالطات لجانب أو لصالح الحوثي. لا <applause> يعني أيش أقول هؤلاء المسألة ألف باء سياسة يعني لا علاقة بين التصريح ومرجعية الأمم المتحدة ومصالح الدول. يعني لا نتحرك إحنا من ألف باء سياسة نتحرك من مرحلة متقدمة لكن هذه سلطة بلا استراتيجية يعني أنت الآن كيف يمكن للحوثيين أن يحققوا أنا أعتبر ما ظهور ممثله لهذه المنظمه مواطنه في مجلس الامن يعني انتصارا للانقلابيين في في بغض النظر وهي اشاره للسلطه الشرعيه ان تعيد حساباتها وان تغير استراتيجيتها في التعامل مع الراي العام الدولي وكيفيه ان تلعب لايصال الرساله للسلطه الشرعيه هذا الان يعني وايضا هي ايضا يعني رساله سلبيه لكل المنظمات وكل من ملؤوا اذاننا ومدوشونا في منظمات المجتمع المدني عليهم اين غابوا الان واين حضورهم الدولي الان وكيف تدعم السلطه الشرعيه الوصول للمنابر الدوليه اين رموزنا وممثلين مؤسسه المجتمع المدني تركوا المجال مفتوحا لهذه المنظمات ايضا السلطه الشرعيه لا تقدم دعم لهؤلاء بالتحرك ولا تقدم دعم للصحفيين بالتحرك هؤلاء انا اقولها للاسف لا بد ان يخرجوا من اطار التوظيفات العائليه الى التحرك كسلطه شرعيه تعين الكفاءات وتضع رؤيه استراتيجيه مستقبلنا الان مرتبط ليس بيد السلطه الشرعيه لكن هي ساهمت في ذلك الضعيف لا يصنع تاريخه يصنعه له كيف يسير وليس تاريخه، بالتالي أنت الآن سلمت كل أمورك لدول التحالف، دول التحالف عليك أن تكون عنصر رئيسي في في الرؤية، هم يخططون يعني الآن الكثير يقول أن السعودية بدها تقول وحدة يمنية ولا فك ارتباط وأنت ايش تقول يعني؟ بالتالي أين رؤيتك أنت؟ هل أنت مع التعدد وقعت مخرجات حوار؟ هل إعادة الأقاليم كما يصرح ولد الشيخ وأنا أخف تصريحه بخطورة عندما يتحدث الآن أن هناك مطالب أي أن هناك من أثر فيه؟ واراد ان وهذا مطلب الحوثيين من مخلوع صالح الانقلابيين وهو الان يطالب باعاده المخرجات، تقسيم الاقاليم بكثير من الامور، بالتالي نحن امام مرحله الان اقولها لاعاده تقييم استراتيجيه السلطه الشرعيه في اداره الصراع بحيث وانبه ان تسليم الحجه للامم المتحده يعد نصف انتصار للحوثيين ويمهد لحوار ندي يتناصف فيه المخلوع صالح والحوثيين السلطة مع السلطة الشرعية لكن ليس ثنائيا كما كان في 2011 بل ثلاثي وسيكون فيها اللاعب الرئيس هم الحوثيين وسيصنعون القرار من صعدة هذه رؤية خطيرة اثنين هذه التسوية لن يقبل بها اليمنيين لان هناك منطقه اسمها تعز فيها أربعة مليون وهناك قطاع اخر في مناطق اخرى لن تقبل العوده الى هذه الرؤيه وربما ستقلق المنطقه برمتها لان هناك شباب يحمل تطلعات يحمل الروح يحمل مشروع الدوله الوطنيه الموحده متعدده الاقاليم او واحده الاقاليم لكن لن يقبل العوده الى حكم امامي كهنوتي ولن يقبل ان تصنع التاريخ وهذا سيكون مرتعا ل جماعات من المتطرفين من السياسيين من انفلات الوضع، لماذا نحن نسلم امرنا الى رجل يبحث عن تحسين سيرته الذاتيه ويتحرك بقوه دفع استراتيجيه وليست وفقا لمواثيق الامم المتحده، بالتالي على السلطه الشرعيه ان تقف كثيرا، ان تقف كثيرا أو مستقبلا نحن حملناها مسؤوليه، لا نتابع من صفحات وسائل الاتصال الا تعيينات لابنائهم وابناء اسرهم والى خزأ وعار من من تصرفاته، نحن بحاجه الى استراتيجيه وطنيه نحن 25 مليون نتعذب منذ عقود وعلينا ان ناخذ نفسا لاعاده بنا مستقبلنا نعم إذن اذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء كنت معنا في المساء اليمني لهذه الليله شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام لن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه.